طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. كثير مما كنت أود أن أتكلم عنه يعني نبه عليه أخونا الشيخ مزمل جزاه الله خير، وهي يا أخواننا هي من باب التأكيد، كلامنا ده كله إن شاء الله يكون من باب التأكيد، ونأمل إن شاء الله أن يكون بعد ذلك العمل بعد ما الناس تعرف ويوقن بما لديه من منهج ومن علم، يكون بعد ذلك العمل وتطبيق هذا المنهج. الموضوع كله في موضوع الدعوة، ونحن قد انشغلنا كثيرا بردود وكانت مهمة، إلا أنها شغلتنا عن أعظم قضية الآن موجودة في الساحة نبه علينا عليها الشيخ مزمل في كلمته، وهي قضية التوحيد، وهي الأولوية في دعوة الأنبياء والمرسلين وعند السلف الصالحين. ولا شك أن الناس يعرفون أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك أن أنقل كلاما للشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسير آية سورة التوبة الآية 122: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، الشيخ السعدي يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك وتفوت به كثير من المصالح الأخرى، فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي. وضابط ذلك ونعرفه بأن ينتشر الحق مثل ما انتشر الباطل أو أكثر. مثل ما انتشر الباطل أو أكثر، يعني زي ما زاع الباطل كذلك يذيع شنو يا أخواننا؟ يذيع الحق. قال: ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وذكر كلاما نفيسا، يعني يمكن الناس أخواننا يرجعوا إلى هذا الكلام النفيس للإمام الشيخ السعدي عليه رحمة الله. فالدعوة إلى الله هي من فروض الكفايات، وهي من وظيفة الأنبياء، وهي من العواصم من الفتن والبلايا التي تنزل على المجتمعات، وفي نهاية الأمر هي إبراء للذمة، كما قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مش طيب، فالشاهد من الكلام إن أخواننا معلوم لدى الناس فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أولوية الدعوة إلى الله عز وجل في قضيتين، أهمها القضية الأولى وهي أن لا يعبد إلا الله، هذه هي قضية الرسل، وهذه هي القضية التي خلق الله من أجلها العباد والبلاد، والحمد لله إخواننا هم على يقين بهذه القضية وهذا الأمر. وتتأكد بالنظر إلى حال الناس اليوم، ونحن بنتكلم عن السودان،
الإعلام سواء كان جرائد، سواء كان قنوات، سواء كان إذاعات، سواء كان واتساب، سواء كان مجامع الناس، سواء كان منابر ومساجد، سواء كان مناسبات، دي كلها يا أخواننا الأغلب والأكثر الكاثر أنه يسيطر عليه أهل الشرك والضلال، الصوفية في البلد دي. ده غير الجامعات وغيره مما ينتشر فيه الباطل والضلال. وإذا كان ده يا أخواننا حال الدعوة عندنا هنا، فده يا أخواننا يؤكد ويزيد من انتباه أهل الدعوة السلفية الحق. أنتم الآن على يقين أنه لا يقوم الآن أو اليوم مقامكم هذا في الدعوة جماعة من الجماعات، ولا حزب من الأحزاب، ولا فكرة من الأفكار، ولا طائفة من الطوائف، ولا تقوم همته بذلك، ولا يرفع بذلك رأسا، وليس هذا من أولوياته، بل ولا يعتبره من شؤونه. جماعة في السودان هنا ماف، وإلا ورونا وين في ما في يا أخوان. فده يزيد، زيد على ذلك انتشار أهل الباطل. كده نمسك الشرك بالله سبحانه وتعالى. دعاتكم دعاة بشراسة وبإمكانات وبإعلام مفتوح وبأرضية من الجهل ومن التعصب ومن الانتماء للطرق ما لا يتصوره ولا يعقله إلا من عرف دعوة التوحيد ونعمة التوحيد. المنتصر حامد بابكر. طيب، فدي كلها يا أخواننا يعني توجب علينا أن نهتم بهذه القضية المهمة، وهي قضية الأنبياء والمرسلين. يكفي في ذلك فخرا ومشجعا للإنسان ودافعا له أن ينفق فيها الأوقات وأن ينفق فيها جهده وماله وكل ما يستطيع في سبيل ما يعتقد وفي سبيل هذه الدعوة العظيمة. ونحن بنقول إن السودان إن استمر على ما هو عليه الآن سنة بس أو شهرين زيادة، تتوقع ما كان يحصل للدعاة الأوائل في هذا البلد. هتجي ماشي في السوق، زمان كنت قبل شهرين بتشتغل حلقة يفلقوك بالطماطم. أخوانا احنا بنتكلم عن واقع ساي، الواقع ده يمكن يكون في فترة قريبة جدا، ما تتصور انه الباطل ده انتشر كيف. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، لما جاء الناس إلى الحجاج إلى أنس بن مالك وشكوا ظلم الحجاج، قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. والشر يكون في شنو؟ في الدين. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أخواني الإنسان يثبط نفسه أو يكف عن الدعوة أو أن يكون هذا من المحبطات، وإنما عليه أن يقوم بما أوجبه الله عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الدعوة مهما سد في وجهها باب إلا وانفتحت أبواب لا يعلمها إلا الله. وما على الإنسان إلا أن يطالع سير الأنبياء والمرسلين. فده كل أخواننا يؤكد على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كل الناس دي تشتغل. أنا داير يعني نحن هنا الناس، قد الإنسان يشوف نفسه نحن اللي قاعدين هنا ديل برانا لو توزعنا بينكفي الناس. أنا ناسي في الأسبوع بديك عدد حلقات، عندك يومين في العربي كويس، السبت والأربع عندك، الأحد والخميس في الحاج يوسف، تاني الأحد وين؟ في المركز مش؟ والخميس تاني وين؟ في بحري، وتاني الأحد وين؟ في أم درمان ناس ابن عمر في مبدة، الاثنين في بحري، الجمعة أيضا في سوبة في 17 كويس، ثلاثة حلة كوكو، تاني في حلقة
دي كم حلقة يا أخوان؟ ها؟ دي كم حلقة؟ طيب الآن الجامعات، يعني أنا واحد من أخواننا الأسبوع الفات على أقل تقدير في 30 منبر مفروض يكونوا في الجامعات، دي مسؤولية منه؟ مسؤولية منه دي يا أخوان؟ دي مسؤولية عظيمة على الدعاة. تخيل بعدين الجامعات دي فيها صراع تقيل جدا، ناس الإصلاح دارين يمرقوا منها، ناس الصوفية ذاتهم بيقوا شغالين فوقها كويس، ناس داعش بيقوا شغالين فوقها، وكثير من الناس شغالين فيها. زيد على ذلك كثرة صوارف الدعاة مما عليهم من مشاغل الحياة من الأعمال وغيرها من الأمور. فدي أخواننا كلها يأكد علينا واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ده من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يضعها نصب عينيه، وأنه كلما تكلم وكلما عمل أنه لا يساوي جهود أهل الباطل، جهود أهل الباطل في السودان ما تمرق أي محلة. فالزول يا أخوان عشان كده يعني الزول يضحك ويبكي من النكات التي يحكيها أبو عمران، يقول لك أنا داير يعني أبقى زي العسيمين، أشتغل دروس بس في المسجد تحت. يا زول العسيمين لو اشتغل دروس، دروسه دي بنقولها له على الإذاعات ولا كيف، وبنقولها له على القنوات والجرائد والمجلات، وتطبع كلماتهم العلماء ديل بتطبع تنشر في المدارس وتنشر في الجامعات وتنشر في غيرها من أماكن التدريس. بل إنه أهل البدع في المملكة في زمن العلماء ديل، سلمان العودة لو دار يتكلم بيقول لك قال الشيخ ابن عثيمين. ليه؟ لأنه دي الغلبة هنا لأهل الحق، هنا الماسك الإعلام منه ما ماسكه أنت كويس، الغلبة هنا ليه منه؟ ما حقتك أنت، عرفت؟ فعشان كده أخواننا أنا دي بعتبرها من النكات بس. ده زول طار يضحك أخواننا، والزول اللي بيتبعه والله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. دي نكتة بس، يعني ممكن تغاري لي واقع الشيخ ابن عثيمين بالواقع هنا. هناك واحد تلقاه بيسموه هناك طوحني، لابس طوحني، هنا بيسموها شماسة سيستم. لو مشيت تنادي غير الله او تيجي تقول له في حجبات او جيت تقول له بيت بتاع شعر بتاع ضلال ممكن يهج فيك انت ذاته. في سنة ساسة بكمل كتاب التوحيد، يعني احنا كده خلونا يا اخواننا كويس، خليك من الناس اللي عرفوا الدعوة، بعد ده تاني امشي لغيرهم من الناس. ولذلك يا اخواننا ده واقع مريض، الواقع ده انت ما تعاين، لانه في ناس عندهم جماعات وعندهم قنوات، ده اللي احنا عارفينهم وبنضربهم لنحذر منهم الأمة. لكن اخواننا بتبقى المسؤولية علينا نحن، وتبقى كيف نحن نعيد لهذه الدعوة، وكيف نحارب هذا الواقع وما فيه من الضلال، وكيف ننشر دعوة الحق وننصرها كما نصرها السلف الأوائل. وإذا ما كان الإنسان عنده قناعة وينصرف مع أي صارف وينشغل مع أي شاغل، ليس هو أهل أن يقنع إنسانا بهذه الدعوة العظيمة. معلش في نقاط كثيرة نحن نخليها إن شاء الله بعد الصلاة، ما إن شاء الله ما حيكون في كلام كثير، نختصر بعض الصلاة إن شاء الله. طيب من إشكالاتنا يا أخواننا المهمة وهي تعوق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة، نذكر منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. طيب من هذه الأمور
عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقد تكلم فيه الشيخ مزمل. وزي ما قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب التوحيد القول المفيد، قال إنه من أسباب الفشل في الدعوة إما أن يكون الداعية غير مخلص، فهذا يؤدي إلى فشل دعوته، كان يريد بها عرضا من الدنيا أو أن لا يخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا عدم العلم، وهو البصيرة التي حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن. وخاصة يا أخواننا إنه الآن ما في دعوة من الدعوات إلا وهي تحاول أن تلبس دعوة ثوب العلمية. الأخوان المسلمين لقوا إنه كلامهم بتاع سعيد حوي إنه نحن جماعتنا دي هي جماعة الحق، ومن خرج عليها خرج من جماعة الحق، ويجيب لك الحديث كده بيفهمه، لقى الموضوع ده ما بيمشي في الناس، فبيقوا يحاولوا يدخلوا بينقل لك أقوال لبعض العلماء يبتروها، أو نقولات لبعض الأئمة يقطعوها، وهكذا. وكذلك أهل الباطل، آخر حاجة قالوا جاب محمد منتصر إنه قال ابن تيمية قادري، دي آخر ما توصل إليه من الكذب الأصلع، عرفتها؟ ده نجر دي خراتة مكنة، دي مكنة عجيب عديل مرة واحدة، عرفت إنه ابن تيمية كان قادري. يعني شوف يا أخوان، عليك الله، شوف من الخزي وإن من بلاوي آخر الزمان إنه ابن تيمية طلعوا زول درويش بيشرب موية الوضو ويسو بيلعب في الحولية ولابس له مرقوعة وشعره ملبك وسخان، عرفته، وشايل له إبريق ويأكل في الأوساخ ويشحد الناس. ده مش مخالف لسيرة ابن تيمية، ده مخالف لسير أي زول يعلم الدين الإسلامي وسمع بالدين الإسلامي وهو على منهج صحيح. فما ممكن يا أخواننا شبهة زي دي تلف في راسنا ونحن نكون قاعدين ساكت، أو نجي نحاول نغنع نفسنا بأعذار مهما كانت هذه الأعذار. لا يغلب واحدا منا أن يكون عنده مثلا كتاب التوسل للشيخ الألباني فيحفظ منه كل يوم جملة مفيدة، ما بيغلب. فعشان كده يا أخواننا ده يحتم على الإنسان الاجتهاد، وأي زول موجود الآن يبذل قصارى ما عنده. الأسبوع الفات مشينا الجزيرة، هو طالب ممكن يكون برلوم زي ما بقوله، بيخش النت بيمرق الشبهات محفوظة عنده وبيجي بيقولها للطلبة، عرفتها؟ فأثر في كثير من الطلبة لأنهم ما عارفين دينهم أصلا. ولذلك يا أخواننا الكلام المجمل العام في التوحيد وعدم التطرق لقضاياه بالتفصيل والوقوف عند الشبهات والرد عليها ده ما يكفي يا أخوان. وهذه قد تكون مرحلة أبعد لو الإنسان تكلم بصراحة. إخواننا كثير من أخواننا المسائل وأدلتها ما عندهم، لما تجي لهم مرحلة الشبهات راسهم ذاته بيجوط، فكيف بالعوام؟ وده يا أخواننا يحتم على الإنسان، إنما العلم بالتعلم، يحتم على الإنسان إنه يقعد إنه يشتري الكتب، أو إنه بدل أنا أشتري لي تلفون عشان أشغل الواتساب بكم، أقل التلفون بيشغل الواتساب بكم؟ 550 مش؟ 550 دي بيجيب لك كتاب التوسل للألباني، والتوسل والوسيلة لابن تيمية، كده أنت الموضوع بتاع التوسل ده كده جياهته، كويس؟ بيجيب لك كتاب مختصر العلو
للألباني. كده أنت بتكون عرفت أقوال العلماء والآيات والأحاديث في مسألة العلو ورديت على غالب الشبه. وجيب لك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كويس، كده أنت رديت على غالب الشبه. وباقي لك الباقي اشتري بيه وربيكا تاني في شنو؟ شوف يا اخوانا، عشان يا اخوانا الانسان ما يقيم بتلفونه، انت ما بيقيمك بتلفونك. وشنو يعني متابع؟ انت ما متابع اي حاجه لو ما عندك المعلومه اللي انت بتجاهد بها. زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال ان يا اخوانا السلاح بتاعنا شنو؟ العلم. وانت حولك شبهات، يعني انت شوف دار تجي تقيف مما يشوفوا عليك سمت السنه ده داعش. مش الان دي بقت يحاول يلبسوك ليها؟ ده داعش، ده متشدد، ده ينزل فينا آيات الكفار، ده عرفتها؟ فانت لما تمرق من المرحله دي وتجي لمرحله ثانيه ثاني بتلقى شبهات. ها؟ فالواتساب ده يا اخواننا هو الساكت، خاصه جوا الاخواننا حذروني من مجموعتين، قال لي يا حذر في مجموعه اسمها الرياضه الناظره والثانيه اسمها شنو؟ كشف حاله الصوفيه ولا شنو؟ يا هذا كلام فارغ سايا. لو في مجموعه واحده دارين يعني تعلنوا فيها الاعلانات والدروس وكذا وكذا، في مجموعه الدعوه السلفيه تعتقون وضح ثاني ذاته ما افضح للمجموعات الكثيره. والله تلقى في 7 مجموعات والرساله واحده، ما اعرف بيان حال المنحرفين، والله رساله طويله طول طويله شديد. الرابط يا اخي اخش 200 يا اخي، ابراهيم السكران ومين السجمان وبتاع ما اعرف يا اخواننا، ديل قاعدين في السودان؟ ديل ما قاعدين في السودان. وانا متاكد الرساله اللي بتجي دي انت بتخش لك في رابطين ثلاثه ما بتكملهم كلهم، صح؟ ده ضيع وقت الساكت. كويس؟ انت النازل مش اخوان مسلمين، اول حاجه اعرف منهج الاخوان المسلمين. ما هي الكتب التي قراتها للشيخ ربيع في الرد على الاخوان المسلمين؟ من اعظم المؤلفات التي الفت في الرد على هذه الجماعه كتب الشيخ ربيع بكل صوره، السروريين، المعتزله اللي هي مدرسه الترابي وغيرهم، الاخوان المسلمين المميعه مدرسه حسن البنا، التكفيرين، القضيين، كلهم الشيخ ربيع رد عليهم بمؤلفات. انت عندك شنو من هذه المؤلفات؟ انت لما تعرف اصول دعوه الاخوان المسلمين والرد عليها كده بعد انت تملكت، بعد ده مش عارف حال فلان. انا لما طيب انا عرفت فلان داك حاله كده مثلا، يؤصل لقاعده التعاون الباطلة والعذر في مسائل الأصول، طيب الرد عليه شنو؟ نرد عليه كيف؟ العلماء قالوا شنو؟ ما يقول لك أي ماله ما نتعاون، الرد على شنو؟ الله يا شيخ ربيع جاب الأدلة، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه القاعدة تبطل التناصح وخاصية هذه الأمة ومكانتها وخيريتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها تجلب اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. كل آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبطل هذه القاعدة. يلا أنت الكلام ده عرفته من وين؟ عرفته من كتب أهل العلم. بعد ذاته كلام يبقى كلام موثق، كلام له مرجعية، وكلام بأدلته، وانت تكون فاهم الكلام بادلته من الكتاب والسنه. عشان كده يا اخوانا الان ما يكفي، ودي الان المرحله اللي وصلوا ليها ناس محمد المنتصر. يعني انت تقول لي البرعي قال الشيخ بيخلق مع الله، بعدين يجيب لك شبهات في مساله الخلق، شبهات. ما دي المرحله الاولى. المرحله البعديه انه شيخنا الكباشي يخلق مع الله. الو يا شيخ كيف تقول كده؟ يقول لك ما احنا الكلام ده وصلناه في 3 حلقات في رمضان الفات. هتعمل شنو؟ عرفتها؟ عشان كده ما يكفي يا اخواننا انك ترفع الباطل وترفعه للناس، بس لابد من الرد عليه. وانت اذا ما عرفت منهجك منهج على السنه، اذا ما عرف الانسان كيف يبطل الباطل، عرفتها؟ تقول الله كلامك ده باطل، هذا منهج الصوفيه وهو منهج منحرف. طيب الدليل شنو انه منحرف؟ في دليل انه منحرف؟ ما هو كلام نغاش كده، يثبت انك انسان ما عندك علميه، انسان جاهل، تخذل اهل السنه والجماعه. ولذلك يا اخواننا المساله تحتاج الى شنو؟ الى انه الانسان يتعلم ما استطاع، تبذل قدر ما استطعت. ما في زول يقول يا اخواننا ما بيقدر، ما في زول ما بيقدر.
ربنا سبحانه وتعالى يعني هيأ. والحمد لله الزول السلفي لو ما هو باحث عن الحق ولو ما هو اطلع على الأدلة ما كان بقى سلفي. نحن يا رب كلنا ولدونا كده، ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا موحدين على الفطرة، لكن كلنا ربنا يعني جابنا في السودان ده سلفيين. لا، الإنسان مر بمراحل كثيرة جدا حتى بعد ذاك عرف شنو الدعوة السلفية. فدي ذاتها دي من نعم الله عليك سبحانه وتعالى. ثانيا يا أخواننا، استغلال المنابر. إلى الآن المنابر مفتوحة، كوننا نحن في السودان جلستنا دي نوثق بكاميرتنا كويس، نعمل حلقات في السوق العربي أو في غيرها من المحلات، تشتغل أنت في الجامعات وفي غيرها، في دول ما يفتح لهم الكلام ده. دي نعمة. وقد يأتي على الناس زمان يتمنون فيه هذه النعمة، وإنت إذا ما تحركت حيتحركوا السرورية كويس، وديل بأفعالهم الطائشة يقفلوا أبواب للدعوة، أبواب كثيرة جدا للدعوة، لأنه العوام يقول لك شايف بس ديل ياهم، والذي طلع معهم فجروه، والذي يقول لك ده كله كلام فارغ، كلكم وهابية خلاص موضوع شط. ليه؟ لأنك أنت ساكت وداك بيتكلم. ف الأمر يا إخواننا أمر جد. طيب، من الصوارف يا إخواننا الأمراض القلبية، من العجب وحب الظهور والشهرة وغيرها من الأمور. أيضا من الصوارف العوائد. في ناس يتعودوا إنه الحلقة بتكلم فيها فلان وفلان وفلان، في زول يتعود إنه بيدوا المعلومات جاهزة وهكذا. ودي اتكلم عنها ابن القيم في الفوائد، إنه قاطعة من قواطع العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. ابن القيم بيسميها العوائد والعلائق. العوائد دي الحاجات اللي يتعود عليها الإنسان، يتعود إنه ينوم، يتعود إنه مما يجي من العشاء ينوم، وإنه يأكل كثير، وإنه ينوم كثير، وإنه يلعب كثير، وإنه يضيع وقت كثير وهكذا. وكذلك العلائق القديمة، وده يا أخواننا نتيجة لطول الأمل، الشهوات القديمة، سواء كان شهوة مال أو شهوة نساء أو غيرها من الشهوات، وكذلك شهوة الإنترنت والواتساب وإنت ماشي. دي شهوات أنا بشوفها شهوة، زلت تلقاه لما نفتح، لما تجيه رسالة كده ويفتحها قلبه ده لما يقرب ينفقع، لما يرتاح يا زمان أنت مالك، أنت بالسيف أنت، دي رسالة ولا سفة دي كويس. فدي أخواننا مشكلة، دي من المشاكل، ودي بتضيع عليك زمن وما بتلقى فيها العلم الموصل. ويعني العلم يا أخواننا هو معرفة الهدى بدليله، كما قال الشيخ الألباني، هو معرفة المسائل والدلائل، المسألة كذا والدليل عليها كذا. والعلم يحفظ يا أخواننا في الصدور. الكلام ده يا أخواننا كله بنقوله لأخواننا الدعاة، عشان الواحد بيتكلم في بيته في أهله في جامعته في شغله في غيره، ويكون داعي لله سبحانه وتعالى، ويكون معه الأدلة جاهز. انت في سائق، انت في حافلة، انت قدموك في مناسبة، قدموك في أي محلة، لقيت فرصة انت تستغلها، دي كلها يا أخواننا شنو؟ دي كلها يا أخواننا فرص مفتوحة لك. طيب، برضو يا أخواننا من المشاكل الإنسان يجهل بحقيقة ما يدعو. في ناس بيكونوا بس لقوا الدعوة دي، هو زول مؤدب، يعني هو زول مؤدب من زمان أصلا، البنات ديل ما عنده بين شغلة و يعني زول بيحترم أبوه وأمه وكده، وجات معاه والدعوة دي لقى حاجة سمح فمشى مع الناس. لا، لابد يا أخواننا الإنسان يتعلم شنو؟ يتعلم أمر دينه وأمر دعوته، عشان ما تقعد ساهي. ما الدين يا أخواننا إنه أنا أبقى مسكين، ذاك يلعب ويبرطع وانت اقول لك يا اخي انت زول دين ليه تعمل كده؟ هو بيتخيل في اللحظه ديك انه الدين هو السكوت وهو الركون وهو ان تكسر جناحك وطرفك لهذا المجرم. لا، الدين ان تقوم بامر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، وان لا تسكت عن الباطل، وان تفضحه، وان تبين حاله. طيب، فوصايا انا اختم بها كلامي. الوصيه الاولى لنفسي ولاخواني الاخلاص،
ثانيا طلب العلم والجد في تحصيله بكل الوسائل، الحمد لله وسائل متاحة. وغايته أنا ما بعرف عن نفسي، أنا لو جيت مثلا داير شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين ما بنزل الكتاب كله، لأنه بقعد عايل له بس. أنا عندي شرح العثيمين ما بسمعه كله، ده أنا عن نفسي. أنا ما أعرف بقية الناس كيف أزول ينزل بقدر ما يستطيع وشنو، ويفرغ ويحفظ ويعيد ويكرر ليكون هذا العلم. ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعلم يحتاج أخواننا إلى جلوس في التراب، ويحتاج إلى ورقة وقلم، كما أنك تدرس في علمك الأكاديمي في دنيتك عشان تتخرج وعشان يبقى عندك وظيفة وعشان تتذكر المعلومات. العلم الشرعي من باب أولى، بل إن عزة العلم الشرعي ثبتت بالنصوص من الكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، وقال من الإبل في عقالها. ده القرآن والعلم. عشان كده تقرأ في كتب أهل العلم التي ألفت في باب كيف يتعلم الإنسان، بتلقاها بتتكلم عن كيف يثبت الإنسان هذا العلم، بالتكرار وبترك المعاصي وباستعمال القلم وغيرها من الوسائل. فالإنسان يا أخواننا يجد تكون في الحافلة تقرأ لك في مسألة من المسائل، بتراجع في شيء قديم، بتجهز في نصيحة كويس. دي يا أخواننا كلها تكون من الأمور شنو، المسائل المهمة. أقعد في مجلس لأخواننا أفتح لهم ولم يا أخواننا دارين دليل مثلا التوسل بأسماء الله الحسنى من القرآن والسنة، زول يجيب لك آية، الآية دي وين قاعدة؟ في سورة الأعراف. من قال بذلك من السلف؟ دي بقت وهمة برضو جديدة للصوفية، إنه لما نلقى الأدلة واضحة يقول لك لا أنا داير كلام السلف. فإنت برضو أحفظ الآية بشنو؟ ها؟ مثلا قال قتادة كذا، وقال مجاهد كذا، وقال العلماء كذا، فتحفظ الآية والناس تدارس بينات العلم. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرسخ العلم ويفيد الناس ويقوي حجته. ودائما المعلومة أنت لما تكون راسخة في قلبك قبل فترة مما تناغش زول أو مما تتكلم بها بتكون أرسخ وأقوى، حتى أنت ما بتلقى تعب في النجنة تتذكرها. لكن لما تكون حارة زي العيشة المارقة من الفرن ما بتقدر تبلع ذاته، عرفتها؟ فبعدك بيقول لك النصيحة طارت مني وشنو. ليه؟ لأنك أنت شغال ملايقة، شغل بتاع شنو، بتاع يومي يومي، إنه بس الليلة نمرق من الموضوع ده وكده. يا أخوانا الإنسان ما بيستفيد، الإنسان يكرر وخلي برنامجك ده من الصباحية. طبعا أنا عارف الناس حصلت مرحلة في الواتساب إلا ناوي المحاضرة يا دكتور رياني يورينا كيفية التخلص من الإدمان، يعمل لنا موضوع في الباب ده يعني، عرفته؟ فالإنسان يا أخوانا يستعين بالله والحاجة ويدعو الله ويعمل له برنامج من حفظ القرآن أو مراجعة القرآن، برنامج من حفظ الأحاديث النبوية وكلام العلماء عليها، برنامج من حفظ مثلا المتون كتاب التوحيد، من حفظ الفقه. بعد شيء بتلقى نفسك اتمرنت وتعلمت. وزي ما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلناه للحفظ فهل من طالب لحفظ القرآن فيعان عليه. ده الإمام القرطبي بيقول كده. وقال الإمام محمد ابن شهاب الزهري قال إن الرجل ليطلب هذا الأمر، يعني العلم والحفظ، قال وقلبه شعب من الشعاب، يعني قدر ما تحفظ، يقول لك قدر ما أحفظ، الموضوع ده صعب، قدر ما أحفظ. احنا بقينا ذاتنا كبار ونحن بنشيد من أزركم. لا يا أخوانا ده كلام باطل. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبرهم، تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبرهم كويس. قال وقلبه شعب من الشعاب، قال ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. بتحصل مرحلة كده انت للعلم ده زي ما بقولوا تجغم وجغم، تشيله كده كبيرة كبيرة. لكن وأزالوا قدامكم ناس الطيب ديل، ناس الطيب الواحد بيحفظ كم عشان يديك كافلاجين داير له 200 مرجع، ممكن بكرة يكون عنده امتحان عنده 200 صفحة ما حفظها، مش ما قرأ ما حفظها، عرفتها؟
فبالتعود والتمرن، فكيف انت اذا الموضوع ده بيدخلوك به الجنه؟ وده من فروض الكفايات، الثواب اعظم من شنو؟ من النوافل. وانت بتكون سادي على الامه الاسلاميه وتكون خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم في امته، وغيرها من الامور التي تبعث الانسان وتقويه وتزيد من همته. والانسان اذا كان هذه نظرته، اذا كان دي نظرتك، ربنا سبحانه وتعالى يغرس حب العلم والدعوه في قلبك، فلا تستطيع ان تنام او ان تكون في يوم من الايام الا وانت تزيد علما، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اذا مر يوم من عمري لم ازدد فيه علما فلا اعده شنو؟ من عمري. اخوانا الكلام ده هو سمح لما الناس تسمعه، لكن الله يكذب الواتساب بس. طيب، ايضا الصبر، والادله عندكم معروفه في الصبر، وانه اي امر من الامور يحتاج الى الصبر، حتى الواتساب عشان تكتب رساله طويله دار شنو؟ دايره صبر. فالموضوع داير صبر شديد. قال لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وزي ما كان يعني واحد من السلف يعلل نفسه في قيام الليل، يقول لا ركعتين بس ركعتين، النفس بتحب شنو؟ الركون. بعد ما ينتهي تاني يبدا ركعتين، يقول لا بس ركعتين لما يطلع الفجر. فيقول بعد ذلك قولة خالد بن الوليد المشهورة: وعند الصباح يحمد القوم السرى. انت بتتكيف بتين الصباح، يا سي الليلة وقوم الساعة 4 صباحا صلي لك ركعتين، وشوف غارن انت امبارح نايم كيف، ويسيل لعابك ومنتنة رائحة فمك والبعوض من فوقك، كويس؟ انت غارم بين هذا الحال وبين حال الانسان الذي تطهر وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، او قام في فراشه واستغفر الله سبحانه وتعالى ثم واصل نومه. اخواننا الدعوه السلفيه دي مش عباره شوي شوي، انا خايف ناس من اخواننا يكون صدقوا كلام الجماعه دي، يقول لك يا اخي انتوا حياتكم كلها صعبه، قيام ليل ودعوه ودرش، انت ما تكون صدق. الموضوع ده موضوع ممتع يا اخوان، تحس بلذته وبمتعته. فالإنسان يا أخواننا الدعوة دي ما يأخذ حاجة عدي من وشك، وإنما يستمتع بهذه الأعمال شنو؟ الصالحة. طيب، الصبر مهم، وقد ألف في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يا أخواننا أهل البدع زي ناس حمد حسين يعقوب وحمد حسان وغيرهم تكلموا في هذا الباب مش من أجل تزكية الناس لنفوسهم، لكن من أجل أن يحرفوا مسار الدعوة. لكن هذه كتب سلفية، وتجد فيها من الردود على الصوفية جوا الكتاب، وعلى القدرية وعلى الخوارج وعلى غيرهم من أهل البدع، من الأدلة ومن الردود ما لا يستطيع أن يوصفه الإنسان، فبتلقى فيها علم غزير. فده من الكتب المهمة الإنسان يعني يعتني بهم. طيب، من الأمور المعينة على الدعوة يا أخواننا أيضا صحبة الأخيار، ودي ركز عليها شيخنا مزمل. وأيضا الإنسان يصاحب من الناس من ينصحه. يا أخواننا الآن عز من يقبل النصيحة. لو أخونا حمد كيك ده قال لي: يا شهاب يا أخي أنت في 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 الحلقة، يقول يا أخي ما الآية دي تغلطت فيها، ما انا شنو جوا شنو حبت كيك ده مالو قاعد لي زي هنا كده. في ناس بيزعل، والله في ناس بيزعل، كويس؟ اصله يا اخواننا النفس بتزعل، لكن عود نفسك انه اخوك ده بالنسبه لك زي المرايه، عشان ما تكون انت لاف في فوق لاف في شراب وقايل له ده العمه، كويس؟ اخوك ده بينصحك، ونصيحته دي إذا أنت فوتها أو ما عملت بها تحسب أن ذلك يضر، أنت إنسان مضيع لنفسك ولا تعرف قدر نفسك. فالتناصح يا أخواننا بين الأخوان من الأمور المهمة، والناس لا يترك بعضها بعضا،
انا اشوف واحد من اخواننا في 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 غلط انصحه، وانا اقبل وين اخوي خشن علي في شنو في العباره، برضو انا شنو انا اقبل منه في النهايه، بني ادم ما واحد كويس. قد زول يجي يقول لي بعباره خشنه او لانه يعني ما توقع مني انه انا اقول هذا الكلام، ولكن عاقبه ذلك ان شاء الله الخير الكثير. اقل احوال انه ندخل في قول الله عز وجل وتواصوا بالحق. مش طيب، من الامور المهمه ايضا قراءه سير السلف في العلم وفي الدعوه، دي من الامور التي تثبت الانسان. تشوف السلف ديل اشتغلوا دعوه كيف، خاصه من الصحابه. يعني انت لو عكفت مثلا كده يقول انا داير اختم كتاب المغازي او كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري، بس اقرا اشوف الحاصل فيه شو. شوف الصحابه ديل يعني همتهم وقدرهم، اقرا في كتاب سير اعلام النبلاء وما تجد من الكلام الممتع ومن الهمم العاليه من هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. همم ما تتخيلها انت، ولا يمكن ان تصل اليها امه من الامم. ها؟ عشان كده قال اصدق الاسماء الحارث والهمام. مش؟ ها؟ الحارث ده شنو؟ الحارث ابن القيم ده قال شنو؟ ده زول اللي بيشتغل. والهمام ده الانسان شنو؟ ال- 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 الهمة عالية، كما قال عمر بن عبد العزيز قال إن لي نفسا تواقة، قال تاقت إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها، ثم تاقت إلى الجنة. همم عالية. الإمام ابن الجوزي يعني قال عنده من ال- من ال- من ال- من الهمم من الهمة، يعني قال إنه كان فقير رحمه الله، وكان ياخذ ال 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 الخبز اليابس ويذهب به الى دجله او الفرات فيتناول هذا الخبز اليابس ويشرب عليه حسوات من الماء، ويقول ما بين الجلوس على المائده من سف الدقيق مقدار قراءه 60 آية. شوفوا دي همم، احنا اخوانا بنتكلم انه احنا ماشيين معانا حاجات احنا عندنا مواضيع ثانيه الله يرحمنا، بس لكن شنو؟ لكن ده يوريك همه شنو يا اخوانا؟ همه السلف وعزيمتهم وقوتهم. منهم من كان يقرا الرساله للشافعي 50 مره، الرساله للشافعي يقراها 50 مره. وهمم كثيره جدا. الانسان لو قرا في سير العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء يجد همة عظيمة وهمة عالية جدا في طلب العلم وفي الدعوة وفي الصبر على أذى الناس وفي غيرها من شنو من أبواب الدين. فدي أخواننا لازم الإنسان يعرف منهج السلف. طيب، من الأمور المهمة يا أخواننا المثابرة والمسابقة في الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقضي به في الحق، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. الحسد المقصود هنا هو المنافسة في الخير، فالإنسان يا أخواننا يثابر ويعني يحاول أن يحصل ويحاول أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يصل إلى أعلى مراتب الأمور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على علو الهمم، فقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن أو وسقفه عرش الرحمن. وقول عمر رضي الله عنه وهو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفاسفها، عرفتها؟ ولذلك السلف يعني كانوا إذا نظروا في حال الرجل ف
فرأوا منه همة وطلبا لمعالي الأمور، رجوا ذلك أن يكون من المصلحين وأن يكون ممن له المكان العظيم. طيب، ثامنا أو سابعا من الأمور المهمة القراءة للكبار، أقرأ للعلماء الكبار، اقرأ للعلماء الكبار، وإن استطعت أن تقرأ للسلف فاقرأ للسلف. و يا أخوان عشان الإنسان ما شوف، ناس كثير ضلوا بسبب شنو؟ بسبب مباراتهم لبعض الناس نحن ما بنقدر نقدح في منهجهم، لكن هذا الإنسان ما تمكن في العلم ولا في غير ولا في غير كويس. عشان كذا أنت تسمع للعلماء الكبار، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، وديل تلقى عندهم العلم المؤصل، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ محمد بن هادي، وغيرهم من العلماء. وهؤلاء الذين يعني أفنوا أعمارهم في العلم وفي الدعوة، وقرأوا في كتب السلف، وقرأ في كتب ابن القيم وفي غير من كتب أهل العلم. دائما أقرأ في شنو؟ في الكتب تحت العلماء الكبار. دي إن شاء الله نصائح للناس، ومن باب إن شاء الله يكون الشيء العملي، الدورة إن شاء الله حتكون في الأسبوع القادم بإذن الله. وزي ما قدمنا لأخوانا إنه الراجيكم كثير يا أخوان، أنت الليلة لو شفتها في واقعك الآن، في واقعنا الآن، لو قسمنا أخواننا ديل ناس من الحاج يوسف وناس من بحري وناس من وين وناس من وين ومدرمان وغيره، ما بتلقى نحن بنجيب 1% من 10% من الكفاية. ما قامت الكفاية الآن مع كثرة العوارض والمعارضين. وهذا يا أخواننا يحتم على الإنسان إنه يجتهد وإنه يتعلم. إذا الإنسان ما استطاع أن يتكلم ويخاطب الناس، العلم يفيدك في أن توصل المعلومة لمن تجالس. تقدر توصل للناس معلومات نجيضة، تقدر تكلم أهلك، تقدر تكلم الناس اللي حولك. كل أخواننا إن شاء الله فوائد، فدي أخواننا مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، وهي على عواتقنا جميعا. ونحن الآن انتوا شفتوا حال السودان، زي ما قال بعض الناس، نحن الآن ما عندنا أبو يا أخوان، ما في الآن عالم من العلماء في السودان يعني يتكلم ويرجع إليه ويخاف منه أهل البدع وإلى آخره. أقل حاجة يقولوها فيك انت شاب ساكت، تزور شافع صغير. كل ما ذكرت من الأدلة ومن كلام العلماء ومن كلام السلف يهدم بكلمة باطل كويس، والكلام يمشي في 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 العوام وفي غير من الناس. فكيف إذا وجدوا فيك فرصة؟ عشان كده ما تكون فتنة يا أخواننا لأصحاب المنهج السلفي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلك فتنة وثغرة يدخل منها أهل الباطل إلى هذه الدعوة. ده ما بكون يا أخواننا إنه أي صح الموضوع ده مهم والموضوع ده مهم، وتاني لغاية الموضوع ده مهم وتاني الموضوع مهم. هنعمل شنو؟ نعمل شنو؟ نلازم العلم ونبلغ. ودي أخواننا دعوة الرسل، درس طوالي تقوم شنو؟ تقوم تبلغ للناس فتستفيد الحفظ. ودي يمكن تكون الطريقة الأقوى في تثبيت المحفوظ، إنه حديث من الأحاديث أو باب من الأبواب أو مسألة من المسائل حفظتها وقمت بها في الناس وبلغتها للناس، مهما كان لو كان زول واحد، كما كان الإمام الزهري عليه رحمة الله كما جاء في 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 ترجمته أنه كان يخرج إلى البادية فيجمع الصبيان والأعاريب فيحدثهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس عن أبي هريرة عن عائشة، ويديهم الأحاديث. بل إنه قال كان يوقظ جاريته من النوم يقول لها قومي، حدثنا عبيد الله ابن عتبة، حدثنا يا اخي، تقول انا مالي وما لكم على عبيد الله ذا كويس، يقول لا انت انا عارفك انت ما الموضوع ده ما عندك به شغله، لكن شنو؟ لكن اردت الحفظ. انت كمان ما تمشي تصحي لك زول، الناس ما عارفه الموضوع العلم ده وكده. فالمهم بلغ من تستطيع.
نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والسداد. أنا أقدم أخونا الشيخ آدم. عندك سؤال يا عم؟ ديل كلهم يا اخواننا حزبيين، جربناهم ما بينصروك اصلا، اصلا ما ينصروك. اذا تكلمت في التوحيد ونهيت عن الشرك وبينت الامور بكل وضوح كما بين العلماء ما بينصروك ويخذلونك. وكثير ممن لاصقهم ممن كان يدعو زي هاشم جلاب. هاشم جلاب ده كان لما يتكلم في التوحيد لما يغمر، تكلم في التوحيد كده لما يغمر. انا بعض مرات نقول في بعض زمان نقول الزول ده ما بنجيبه عشان ما يقولوا الشيخ يتبين فوقه. لما يغمر مشى قاعد لدكتور خالد اليمين ومين اصابته حمى عدم ذكر الاسماء، دي حمى بس، وهذه لابد من غسلها بالماء، تطهيره بالماء، لانه هو الاصل في الطهاره ولا شنو يا شيخ؟ هي الاصل في الطهاره. فديل جاتهم الحمى دي، ما بينصروك ده اولا، ثانيا لانه حرام يا اخوان. الدعوه ما بالمزاج، الدعوه بالمزاج. انه انا ما يقول لك في النهايه انا شغال دعوه، في النهايه دي شنو ذاتها؟ انا ما اعرف. هذول لما يجي داري يمشي فيك موضوع يقول لك في النهايه، يا هذول في النهايه دي قولها في السوق، قولها في متجر، قولها في كده. لكن الدعوه ما فيها في النهايه، زي ما قال الشيخ الفوزان، ما نتعاون الا مع اصحاب المنهج الصحيح. ودي مسألة متقررة في منهج أهل السنة والجماعة، إنه الحزبيين وأهل البدع والضلال إنه ما يتعاون معهم، ما يجوز، يجوز لك تتعاون معهم. هم محل دعوتك، مفروض أنت تدعوهم وتنصحهم وتبين عوارهم، تقوم تتعاون معهم؟ هذه مشكلة يا أخوان. شيخ آدم اتفضل.